اليوم هو أسوأ يوم في حياتي، كيف لي أن أحصل على تقدير ممتاز؟ أنا أستسلم. المكان هنا ممتع أكثر، هل توافقونني الرأي؟ حياة حرية البحر جميلة، أليس كذلك؟ 25 مرات؟ لقد عرفت، أنا بارع في الحساب. مرحباً، أمل أن تكون هذه هي الغرفة الصحيحة. أعتقد أنه يمكنني الجلوس هنا. مرحباً، أين أقلامي؟ أوه، انظروا إلى هذه القشور، واو. حان وقت تفعيل ساحري. إذن أهلاً يا عزيزتي، هل تتحدث إلي؟ أهلاً. ابقي بعيدة. ماذا؟ انتبه لهذا الشيء، لقد تصرف بوقاحة، لست قبيحة إلى هذا الحد، أليس كذلك؟ بذور غبية، وهذه الأسنان، لا عجب أنه خائف مني، أنا بحاجة إلى القليل من المساعدة. مرحباً، شكراً، والآن سأنتظر. مرحباً، لدي طرد. أهلاً بك، أمل أن يكون طردي. تفضلي، أتمنى لك يوماً سعيداً. وداعاً. وداعاً، هل كل شيء هنا؟ أداة لتبييض الأسنان؟ لكن سأضع الجل أولاً، وسأحتاج إلى الكثير منه، والآن علي فقط عض هذه الأداة. حسناً. بنكهة النعناع، هل تحسنت؟ إنها براقة، سأنتقل الآن إلى العناية بالبشرة، ستخلصني هذه الأداة من البثور، ليبدأ هذا الحفل. هذا يدغدغ بالفعل، إنه وقت التقشير، أشعر بشيء لطيف. هكذا، ولن أنسى الآن. حسناً، لقد نجحت حقاً. هل خرج هذا كله من وجهي؟ لقد منحتني الأداة تقشيراً عميقاً، ولم ينتهي عملي بعد. انظروا إلى كل هذه الأوساخ، والأهم من ذلك كله هو مظهري. لست بحاجة إلى هذا. ما مشكلتها؟ مهلاً، هل هذه هي الفتاة نفسها؟ مرحباً يا فتاة. واو، هل يعجبك هذا؟ كما تعلمين هذا ذهب حقيقي. يا له من يوم رائع. ماذا؟ مع من يتحدث ديفيد؟ إنها جميلة جدا. يستحيل أن أصبح جميلة كحوريات البحر المحبوبة. هل لدي مكياج مناسب؟ أنا بحاجة إلى شيء مبهج، ربما علي الاستعانة بفكرة مبتكرة. الحل هو هذه الجوارب الشبكية، أنا مستعدة للتغيير. هل يمكنني ارتداء الجورب في رأسي؟ نجحت، سأستخدم بعض الألوان. هذا الجورب الشبكي أشبه بالمرسام، سأربط بالفرشاة فوق الجورب. سأفعل هذا فوق الوجنتين، وأضع طبقة أخرى من الألوان، والآن لحظة الكشف عن الحقيقة. جميل جدا، أصبحت حرية بحر فاتنة، لكنني لم أنتهي بعد، سأضع القليل من المادة البراقة، ستجعل الألوان أكثر إثارة، سأربط بها بالفرشاة، والآن سأضع بعض حبات اللؤلؤ، هذه هي جواهر البحار الحقيقية، كلما وضعت المزيد كان ذلك أفضل، وللحصول على مظهر ملفت سأحتاج إلى هذا، سأغمض عيني، هذا غريب جداً وجميل بالطبع، لكنه بحاجة إلى القليل من المادة البراقة، ففي النهاية أنا حرية بحر، والآن سأنال إعجاب كل من يراني. سأمنح الشفتين القليل من أحمر شفاه الوردي، أنيق جداً، هذا ما كنت أريده. حظاً طيباً، وهذا هو قطي، إنه مضحك جداً. جميل، أعلم ذلك. ديفيد، أين ذهب؟ هل يتحدث إلى فتاة أخرى؟ هذا ظلم، أصبحت عيناك أكثر جمالاً بعد هذا المكياج. أتقن هذه المهمة جيداً،
جيد، لقد حان وقت المغادرة. البحر بانتظارنا للمرح. هل يمكنني حمل حقيبتك؟ أعطيني إياها. هيا. لا بأس، أنا أصر. سأحملها أنا. كلا، أنا. توقف. هل حدث هذا بالفعل؟ إنها حقيبتي المفضلة. أو لا، أنا آسف جدا. كلا، لا تلمسني. هذا فظيع. ماذا عن شبكة الصيد هذا؟ حسناً، ابقي هنا يا آني. سأصنع لك حقيبة ظاهرة. سأحتاج إلى الكثير من الغراء الساخن. سأضع هذا على قاعدة الشبكة. جيد، الخطوة التالية المزيد من الغراء الساخن. وعندما أغطي الشريط كله سأثبته بنهايتي الشبكة وأطويه فوق نهايتها بهذا الشكل، ثم أصنع ثقباً في المنتصف وأضع هذه القطعة المعدنية في داخله وأضع عليها بقوة باستخدام الخرامة. سأكرر فعل هذا حتى أصل إلى نهاية الشريط، ثم أمرر الخيط من خلالها. سأسحب الخيط بقوة، والآن سأضع الغراء الساخن على هذه الدائرة حول حوافها وأثبت هذه القطعة فوقها. والآن اللمسات الأخيرة، سأثبت حزاماً وانتهينا. تماماً. أو آني، هل أنت بحاجة إلى حقيبة جديدة؟ هل صنعت هذه لي؟ إنها مذهلة. شكراً لك. دعيني. لا أعتقد ذلك. حسناً. هل حان وقت الغداء؟ الحمد لله. لكن أين طعامي؟ تباً، وصندوقي فارغ أيضاً. هذا محزن. ها؟ في الأعلى مع البشر. موافقة. هل يمكننا الخروج؟ واو، المكان جميل هنا. لكن هذا سيجعله أجمل، إنه إكسير سحري. بصحتك. تفضل. أوه حسناً، حامض جداً. ها؟ انظر إلى هذه السيقان، هذا رائع. هناك. من هنا. تقييم هذا المكان ممتاز. واو، إنه جميل. مهلاً. هاي هنا، استمتعا بطعام الغداء. شكرا جزيلا. هل ما أراه حقيقي؟ ساتقيا. عد إلى هنا، خذ هذه حالا. أو حسنا، ما الذي سيجعلنا نلتهم أصدقائنا؟ استمتعا. شكرا. ما هذه الأشياء؟ شكلها ممتع ومثير. أعتقد أنها صالحة للأكل. ومذاقها جيد. لقد نالت إعجابي. ها؟ انظر إلى هناك. علينا تقشيرها. يا له من طعام مضحك الشكل. لذيذ. هذا محرج جدا. ها، لقد تناولت القشر. مضحك جداً. انظري يا آني، تستخدم تلك السيدة صلصة حمراء. تبدو تلك الشطيرة لذيذة. واو، لابد أن ذاك الشيء الأحمر لذيذ. بصحتي. إنها بنكهة حلوة ومميزة. هل أنتما مستعدان لدفع الفاتورة؟ سأنتظر. أمل أنه لدي ما يكفي من الصدف. لنرى. أعتقد أن هذا كافٍ. يا إلهي، لا أريد صدفاً. أين المال؟ هذا هو المال. يمكنك أن تأخذ واحدة من هذا. تفضل. إنها حقيقية. يوماً سعيداً.
هذا رائع، يعجبني هذا المكان. أشعر بملل شديد. ها، مرحبا ديفيد. ها؟ لا يهم. حسنا، ما مشكلتك؟ لا أريد التحدث في الأمر. مان، هل اليوم يوم ميلاد ديفيد؟ وكل هذه الديكورات؟ هلا لم يحصل على أي هدية. ربما يمكنني أن أصنع له شيئاً. ليس لدي الكثير من الأشياء. قلم تحديد؟ وجدتها. سأصنع له هدية جميلة. هذا رائع. سأستخدم قلم التحديد كدليل وألف حوله القماش. سأثبت القماش بالقليل من الغراء. ثم أحضر القليل من الغراء الساخن وأضعه على الغطاء. وأثبت القليل من الصدى فوق الغراء قبل أن يجف. يمكنني استخدام ملقة الشعر هنا. والآن انظروا إلى هذا، إنه رائع. هاي ديفيد، تفضل. لقد تذكرت يوم ميلادي. عيد ميلاد سعيد. يا له من قلم جميل، أنا محظوظ جدا. سأستخدمه يوميا. واو. هل أزداد جمالا أم أنني أتخيل؟ أوه، ما الذي يحدث هنا؟ مهلا، هل سيخرج ذلك شيء من ملحاضي؟ يبدو غاضبا أو شيء كهذا. لقد طفح الكيل، سأتولى الأمر بنفسي. ترى ما المشكلة؟ آمل أن تنجح هذه الفرشة. أوه، هذا مقزز. هل ما تزال الفرشاة نظيفة؟ ربما علق شيء ما هناك. حان دور المكبس. لماذا لم يخرج أي شيء من المرحاض؟ إذن هل هذا كل ما تبقى لدي؟ أعتقد أنني سأبدأ الصيد إذن. أتمنى أن يكون شيء موجود في الداخل من محب الديدان. أدي مهمتك أيتها الدودة. واو، ابتعدي عن طريقي. واو، ما هذا؟ ماذا؟ حورية بحر جميلة. ما هذا؟ هذا غريب للغاية. أها، حسناً، لدي شيء سيفيد هنا. وقت القليل من أنشطة التجميل. حسناً، ماذا تفعلين يا سكاي؟ هل يعجبك مكياجي؟ ماذا فعلتِ؟ أوه، ما المشكلة؟ رموشكِ كثيفة جداً. لا ترمشي. لا تفعلي. حسناً، أصبح الوضع سخيفاً. ابتعدي عني أيتها الورقة. لا أستطيع التحمل لفترة أطول. ما هذا؟ أنا لست جائعة. جولي، مهلا. لا، توقفي، الأجواء عاصفة للغاية. لا، تفضلي. أعتقد أن لدي فكرة لإعادتك. لن أستغرق سوى بضع ثوان. التقطي الحبل. تماسكي، المساعدة آتية في الطريق. أمسكته. أنا عائدة للمنزل. يا إلهي، هيا، لقد اقتربت بشدة يا جولي. رائع. فيو. لا، تريدين أن ترمشي، أليس كذلك؟ لا، لا ترمشي. مهلا، لا تفعلي ذلك يا سكاي، رجاء لا. لا أستطيع التوقف. حسنا، لا شك أنها قد بالغت في إضافة رموشي هذه المرة. لنشرب هذا. من المتصل يا ترى؟ ماذا؟ مرحبا. ماذا؟ حقا؟ مهلا، لا يهم. ماذا يجب أن أفعل الآن؟ الأسماك. مرحبا. لنشرب معا. الأسماك أروع المخلوقات. أشعر بالملل مجددا. ما أجمل ذلك. أعتقد أن بإمكاني فعلها. ماذا؟ جميل، يذكرني هذا بوقت تنزهي في البحر. لكنني عالقة في البر اليوم.
لم تدم تلك الكأس طويلاً. أو لحظة واحدة. أوه لا، أصبحت الكأس جزءاً مني الآن. حسناً، لقد عدت. سكاي، مرحباً. سكاي. نعم. ماذا فعلتِ بشفتيكِ؟ يجب أن تسحبي الكأس بهذه الطريقة. هيا اسحبي معي بقوة. حسناً. اسحبي. يا إلهي، هذا جنوني. ماذا؟ لماذا تحدقين في وجهي بهذه الطريقة؟ لا شيء، أتمنى ألا تظلي على هذا الوضع للأبد. دعيني أفعل هذا نيابة عنك. حسناً، سيكون الأمر صعباً. لست واثقة أن هذا الخيار سيناسبك. لنستخدم هذه الفرشاة. فرشاة كريم الأساس. ماذا؟ لماذا لا تستخدمين أحمر شفاة؟ خذي. حسناً، انتهينا. سنلتقي لاحقاً يا سكاي. إلى اللقاء. يا إلهي، ما مشكلتها؟ ماذا فعلت؟ يا إلهي، أتريدين التقاط سيلفي؟ أميلي رأسك الآن. وضعي يدك هنا. رائع، لطيفة للغاية، إنها تستحق النشر بكل تأكيد. ماذا عن الصور الأخرى؟ ما مشكلة أظافرك يا فتى؟ هل تبدو سيئة؟ حسناً، لا تبدو جيدة بكل تأكيد. لا 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 لا، أمهليني دقيقة. ماذا يجب أن أفعل؟ أيمكنني أن؟ لا، ربما يجب أن أتصل بأحد، أو ربما لا. ستصيبينني بدواري هنا يا جولي. يجب أن أتولى المهمة بنفسي. ماذا تفعلين هنا؟ هل ترسمين؟ وجدتها، أعطيني هذه. وقت العناية بالأظافر، وسنصنع لك مجموعة أظافر جديدة. علينا أن نحصل على شكل صحيح فقط. ممتاز، وبمجرد الانتهاء من تحديد الإطار الخارجي يمكننا البدء في استخدام القلم. انتظري لرؤية ما تستطيع هذه الآلة فعله. من يحتاج صالون تجميل عندما تكون لديه آلة كهذه؟ أوشكت على الانتهاء من الإطار الخارجي. ليس علينا سوى تلوينه الآن. وأنا أستخدم شكلك المفضل هنا يا سكاي. ستعجبك هذه الأظافر بشدة. هل أنت مستعدة؟ تفضلي. هل أعجبتك؟ أصبحت لديك أظافر سمك الآن. واو. يمكنك أن تشكرينني لاحقاً. فيو، تحتاج الأظافر لمجهود كبير. إلى أين أنت ذاهبة؟ لماذا تجلسين هناك؟ يحتاج صديقي لبعض الرفاق. تفضل. ماذا؟ سمكتي. حسناً، كما تشائين. أصبحت أفضل. كنت في أمس الحاجة لهذا. انتهت المناديل على ما أظن. لا يهم، أين توقفت؟ رائع، انتهيت. قضيت وقتا مثمرا. حسناً، أنا مستعدة. هل أنت نائمة؟ ماذا؟ ما الذي حدث؟ أين أنا؟ ما هذا؟ جولي، ما المشكلة؟ شعرك في حالة يرسلها. لا يمكنك مغادرة المنزل بهذا الشكل. انتظري، وقت ترويض هذه الخصلات. هيا بنا. تمهلي. لا، لم أنتهي بعد. سأروض تلك الخصلات الآن. لا تتحرك الآن، أريدك أن تتوقفي عن الحركة. جولي. لا يبشر ذلك الصوت بالخير. هذه فرشاتي المفضلة، أعطني هذه. ويحي، وداعاً أيتها الفرشاة، لقد ساعدتني كثيراً. سأتذكرك بكل الحب. يمكنك الاسترخاء الآن. كم هذا مؤثر. لكنني لم أنتهي منك بعد. هل رأيت شيئاً كهذا من قبل؟ بدأنا نحرز بعض التقدم الآن. سنستخدم هذه الآن. هذا غريب. حسناً، هكذا أفضل. صدقيني. يا إلهي، مهلاً. حسناً، هذا أفضل ما يمكننا فعله. مع الأسف، ماذا؟
لا شيء إلا إذا أعرف كيف يمكنني مساعدتك بالضبط. مستعدة للقليل من السحر، لفات ورق المرحاض. سنلف شعرك بها هكذا ودون الحاجة لاستخدام أي حرارة لنرى إن كانت الخطط ستنجح. اتفقنا؟ حسناً، ما رأيك؟ ألا يبدو شعري مذهلاً؟ حسناً، أشعر أنه يبدو مذهلاً. واو، هذا رائع. أتمنى لو كان شعري يبدو بهذا الشكل الآن. لم أرى شيئاً أجمل من هذا مطلقاً. يبدو هذا مثالياً للغاية.